نرجع تاني للسخانات عشان اروح للدكتور. السخانات يا استاذ اشرف، اي نوع نشتري، انهي نوع سخانات؟ لانه الحاجه غاليه تمام، والمواطن بيبقى عايز حاجه رخيصه يعني تمام. يقدر ان هو، والسخان مهم ساعات في مش بس في الحمام، ممكن في المطبخ كمان تمام. فنشتري اي نوع سخان؟ ايه المواصفات بتاعه السخان اللي اشتريها؟ نبتدي بالسخان وبعدين نخش في الدفايه. هقول لحضرتك، هي صناعه السخان واحده، سيان الماركه دي او الماركه دي او الماركه دي، وفي زي ما حضرتك قلت بطاقه التعريف دي اللي بتبقى موجود فيها رقم المواصفه المصريه ان ده مصنع طبقا للمواصفه المصريه. لو ما لقيتش الورقه دي ما تشتريش السخان. بيبقى ستيكرز مكتوب بره اللي هو الستيكر اللي بيبقى فيه الوان ده. ايوه بالظبط، زائد انه لازم يبقى موجود على الكرتونه الخارجيه وموجود على الكتالوج بتاع الجهاز. لو ما لقيتش ده موجود حضرتك ما تشتريهوش. كل سخان فيه هوايه وفي الحاجات الغاز في الحاجات اللي قال عليها السخان الغاز بيخرج من غير الهوايه. الغاز من غير الهوايه، الكهرباء مش محتاجه هوايه، بيخرج من غير الهوايه. فاحنا بنطلب ان احنا بنقول له يا اما الشركه هي اللي بتيجي تركبه، يا اما شركه الغاز، عشان كمان يقدروا يفتحوا له في السيراميك بطريقه معينه عشان ما يبهدلوش. ايه اللي بيحصل؟ ان بعض المستهلكين يقول لك يا انا لسه هطلب الشركه وتيجي تتاخر عليا 3 انا اجيب السباك اللي تحت البيت. بالظبط ده اللي بيحصل، يركب البتاع ده اللي بيحصل. بالاضافه ان بيبقى في نوع من الوصلات. معايا حضرتك؟ الوصلات. طب ما الوصلات دي ليها مواصفه معينه تتعامل مع الميه وتتعامل. مين بقى يجيب الوصلات؟ السباك السخان نفسه يا فندم بيبقى فيه الوصلات. انتوا السخانات بتطلع بالوصلات؟ في الوصلات الداخليه، السخانات اللي بتطلع من المصنع بتطلع بالوصلات النحاس بتاعتها. الشركه بتيجي تكمل الوصلات النحاس بتاعتنا احنا اللي هي خاصه بالغاز الطبيعي، الاثنين بيركبوا على بعض بيركبوا. ولو السخان على انبوبه نفس الشيء، مين برضو يركبه؟ برضو الشركه. الشركة المصنعة. المصنعة هنا بقى هنا شركة الغاز. هنا شركة المصنعة. إذا كان في غاز طبيعي في البيت بالزبط. فاللي بيركبه شركة الغاز. لو إذا كان في أنبوبة الشركة المصنعة. برضو مش السباك. مش السباك. فتيجي الشركة المصنعة. لسبب بسيط كمان. نمرة واحد لأمانه. نمرة اتنين إن ممكن السخان يكون فيه عيب. لو حضرتك جبت السباك حضرتك دفتر الضمان اللي معاك تبل وتشرب ميته. خلاص انت يبقى انت كده رميته في الشارع. لكن انا لما بجيب الشركه بيجي يركبهولي، لو في اي مشكله بيبدلهولي على طول.